وانا بتكلم معاكم على الدور المصري، اقول لك انه حتى هذه اللحظه زي ما كنا امبارح، زي اول امبارح، تحصل الضربات المتبادله، تحصل الخناقه، مصر مستمره في ايصال المساعدات المصريه والدوليه لغزه. معانا على التليفون ولا معانا على سكايب ولا ايه؟ لايف. اوبا، كريم بيبر صديقي العزيز موجود معانا في العريش. اهلا بيك يا كريم، وقول لنا الاخبار عندك ايه؟ تحياتي ليك يا يوسف، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. يعني خليني أخد فعلا من كلامك نقطة مهمة جدا، اللي عايز بيعمل، وده فعلا اللي احنا بنشوفه هنا على مدار أكتر من 190 يوم في مدينة العريش ورفح. فعلا مصر يمكن ليها مش بس الدور الرائد، ولكن الدور الأهم والأبرز في العالم، ودي مش مبالغة، في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، وده تاريخيا. ولكن اللي ما حضرش التاريخ واللي ما قراش التاريخ هيشوف ده دلوقتي بعيني. لو اتكلمنا على النهاردة بس لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، احنا بنتكلم على أكتر من 275 شاحنة من المواد الإغاثية، سواء كانت مواد غذائية، مستلزمات طبية، سواء كانت مواد إعاشية زي الخيام، زي البطاطين، زي المراتب، أو غيرها من المستلزمات اللي بيحتاجها الأشقاء في قطاع غزة، دخلت النهاردة من خلال بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم. الحقيقة أنه كمان من أهم الشاحنات اللي بتخش من بوابة معبر رفح هي شاحنات الوقود بشكل عام. 8 شاحنات دخلوا النهاردة، وده كان المتوسط تقريبا خلال الفترة اللي فاتت، ما بين 4 أو 6 أو 8 شاحنات بيدخلوا يوميا من بوابة معبر رفح. الحقيقة الشاحنات دي هي عبارة عن غاز وسولار، وبيستخدموها طبعا في الأماكن الحيوية والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة، خصوصا كمان أنه بعد ما يعني قوات الاحتلال يعني عدمت تقريبا وخرجت 30 مستشفى ومركز صحي رئيسي عن الخدمة تماما في قطاع غزة، لسه المنشآت طبعا جزء منها موجود، لكن المنشآت اللي موجودة وما زالت تعمل بتحتاج للطاقة، عشان كده عربيات الغاز والسولار من أهم الحاجات اللي بتخش عن طريق بوابة معبر رفح. بشكل عام يمكن عدد الشاحنات اللي دخل عبر بوابة معبر رفح، لو بنتكلم احنا بس يعني على مدار من رمضان العيد خلال الأيام اللي احنا فيها دلوقتي، تقريبا دخلت لها فيما يقرب من 2000 شاحنة، ويمكن أكتر العيد لوحده دخلوا 1000 شاحنة. شمال قطاع غزة من أهم الأماكن اللي محتاج 1000 شاحنة يعني في العيد بس يا كريم، إغاثية كنا بندخل فيها العيد لوحده فقط ما يقرب من 1000 شاحنة في العيد فقط، العيد اللي هو إجازة رسمية عند الناس كلها. مصر ومعبر رفح شغال على قدم وساق، ما قفلش أبوابه. دايما كنا نسمع الإشاعات أنه معبر رفح أغلق أبوابه أمام الأشقاء في فلسطين، ولكن معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى، والشاحنات بتدخل عبر بوابة معبر رفح. دائما اللي بتعرقل دخول هذه الشاحنات هي قوات الاحتلال من الناحية التانية الحقيقة، بحجج كتيرة جدا جدا. أوقات الحجج بتبقى أنه الحاجة شكلها مش مناسب، ارتفاعها مش مناسب، أوقات بتدخلها لحد جوه وبعدين توقفها ما تعديهاش لحد الشمال قطاع غزة، أوقات بترجعها لمجرد أنه مثلا شاكين أنه فيها، يعني أنا اتكلمت مع السواقين الحقيقة في بعض الأوقات، مجرد أنه فيها ألبان للأطفال الحقيقة رجعوا الشاحنات. لكن هل ده بيمنع مصر أنها تكمل؟ خالص. الحقيقة أنه مطار العريش الدولي ما زال بيستقبل المساعدات من 29 دولة و14 منظمة بنستقبل فيها المساعدات. الهلال الأحمر المصري بيتحرك، محافظة شمال سيناء بتتحرك، بياخدوا المساعدات دي بتروح على المخازن اللوجستية وبتتحرك على بوابة معبر رفح اللي تدخل الناحية التانية، تصميم وتأكيد. وكان في توجيهات كمان من فترة كبيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون حد أدنى لدخول الشاحنات من بوابة معبر رفح هي 300 شاحنة، والحقيقه ان قطاع غزه بيحتاج تقريبا ما بين يعني 300 ل 500 شاحنه يوميا عشان يقدر يكفي احتياجاته بشكل عام. لكن هل ده بس اللي مصر بتعمله في ما يتعلق بالشاحنات او المساعدات الاغاثيه؟ لا طبعا، بجانب الاسقاطات الجويه والانزالات الجويه اللي بتقوم بيها القوات المسلحه عشان تلقي بالمساعدات لشمال قطاع غزه، لكن كمان استقبال المصابين والاشقاء من قطاع غزة يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. احنا بنتكلم برضو عن اكتر من 4000 ويمكن 4200 وفيما اكتر من ذلك كمان من المصابين من الاشقاء في قطاع غزة دخلوا للاراضي المصرية بالفعل، وبيتلقوا العلاج في مستشفيات حددتها وزارة الصحة، زي مثلا مستشفى العريش العام، مستشفى بئر العبد، عدد من المستشفيات في القاهرة زي مثلا مستشفى القصر العيني ليها مكان مخصص للأشقاء الفلسطينيين، معهد ناصر، عدد آخر من المستشفيات حددها وزارة الصحة. ده كمان جزء الحقيقة اللي بتعمله مصر.
عندنا كيان مهم جدا وقوة تحالف مهمة جدا جدا بتشتغل على الأرض فعليا، وهي قوة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. أطلق 6 قافلات من المساعدات الإغاثية، بتتكلم على 75-80% من المساعدات الإغاثية اللي دخلت لقطاع غزة الحقيقة كلها من مصر. 6 قافلات من التحالف الوطني وصل منهم خلال امبارح والنهارده القافلة السادسة، دخل منها المرحلة الأولى والثانية، دول لوحدهم أكثر من 6000 طن من المساعدات المختلفة، مواد غذائية، مستلزمات طبية، مواد إعاشية، مختلف الأنواع الحقيقة من المواد والمساعدات الإغاثية دخلت بالفعل ووصلت لمدينة العريش ورفح، وعبر جزء كبير منها لبوابة معبر رفح من الناحية الثانية من الأشقاء في قطاع غزة. قوات الاحتلال بتحاول بأي شكل إن هي تعرقل، إما بالإشاعات اللي كانت بتطلقها على سبيل المثال من قبل كده إن مصر هي اللي بتدخلش الشاحنات، ولكن الصورة دائما هي من تتحدث، يعني الحقيقة الشاحنات لا تتوقف دائما من المرور، واللي لما بيوقفوا المرور من الناحيه الثانيه الشاحنات ما زالت مصطفه امام بوابه معبر رفح على الجانبين. سيارات الاسعاف دايما واقفه في المنطقه الفاصله بين بوابه معبر رفح المصريه وبوابه معبر رفح الفلسطينيه لاستقبال الاشقاء المصابين. الحقيقه انه ده مش كلام المصريين بس، او مش دي الصوره بس اللي بتنقله، لكن كمان المنظمات الدوليه والامميه، منظمه الامم المتحده، بنتكلم على المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده، قال ايه من يومين؟ قال انه حقيقة مصر هي لها الدور الرائد والرئيسي والاساسي في ادخال الشاحنات عبر بوابة معبر رفح، وقال انه بوابة معبر رفح هي الاساسية والرئيسية والاهم، نصا كده قال الاهم لدخول الشاحنات الاغاثية الى الاشقاء في قطاع غزة. الحقيقة انه المناشدات كتيرة جدا من المنظمات الأممية، من اليونيسيف، من مصر، من كلها يعني تحركات كبيرة جدا للضغط على قوات الاحتلال للتخفيف طبعا من ويلات الحرب على الأشقاء في قطاع غزة. مصر ليها دور كبير جدا كمان باستضافة جميع الأطراف الحقيقة في مصر هنا للوصول، لمحاولة الوصول يعني لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. كمان الحقيقة يوسف يعني كمان السادة المشاهدين يبقوا عارفين إنه العمل بيستمر 24 ساعة. الأرقام اللي احنا بنقولها دي لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، ممكن كمان 10 دقائق، ممكن كمان ساعة، الأرقام دي بتزيد. يعني الناس شغالة طول الوقت في المعبر لحد يعني منتصف الليل، وبداية من بعد الفجر كمان تبتدي الشاحنات ان هي تتحرك الحقيقة وتدخل من بوابة معبر رفح المصرية. اتكلمت مع السواقين، قلت اشوف هم دخلوا بعينيهم وشافوا بعينيهم ايه اللي بيحصل هناك. الحقيقة ان هم يعني بتلاقي السواقين بيتكلموا، سواقين الشاحنات اللي بتعدي بيتكلموا بلسان حال المصريين، لسان حال المصريين ان احنا دائما مع الشعب الفلسطيني، احنا واقفين مع القضية الفلسطينية، وده كان الرئيس اتكلم عليه من فترة انه القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وانه يعني الحقيقة انه بجانب ان احنا واقفين مع القضية الفلسطينية احنا عمرنا ما هنسمح بالتهجير حفاظا على القضية الفلسطينية وحفاظا على الاراضي المصرية. تعال اسمع يعني حقيقة الناس تسمع كلام سائقي الشاحنات اللي بيخشوا للناحية التانية مستعدين قد ايه، الناس اللي معيدتش في بيوتها، الناس اللي فضلت تقعد بالشهور وبالاسابيع رايحة جاية على الطريق عشان بس تدخل المساعدات الإغاثية دي للأشقاء في قطاع غزة، تعرف قد ايه يعني الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، قد ايه الشعب المصري مستعد يضحي يقف بجانب اخواته الفلسطينيين. ودي كانت الصورة بشكل عام، لكن كمان اللي بيعيش التفاصيل وبيشوف دخول الشاحنات دي وخروج المصابين وتتكلم معاهم، وقد ايه بقى اهل العريش واهل بشكل عام اللي استقبلوا المصابين استقبلوهم ازاي وتعاملوا معاهم ازاي في رمضان، الحقيقه انه الصوره كانت فوق الوصف، انه الحقيقه انه مش مجرد كلام، لكن الوقوف بجانب القضيه الفلسطينيه هي افعال على ارض الواقع زي ما انت كنت بتتكلم من شويه. والحقيقه انه الارقام والمنظمات الدوليه والمنظمات الاممية هي اللي بتحكي وبتشيد الدور المصري الحقيقي لادخال المساعدات الاغاثيه للاشقاء في قطاع غزه. بشكرك جدا جدا يا كريم، ومحبتي وتحياتي واحترامي وتقديري ليك ولكل يعني الناس اللي موجوده هناك، لانكم فعلا بتقوموا بدور مهم جدا، انت بتنقل لنا الواقع وهم بينقلوا المساعدات الانسانيه لاهالينا في غزه. شكرا جدا ليك يا كريم. زميلي العزيز كريم بيبرس زميلنا من العريش شمال سيناء جمهوريه مصر العربيه وعلى خط الحدود مع فلسطين العربيه الحره باذن الله.